شفت ولدك الغالي منهم، من أغلى عيالك، أغلى ولد عندك أو بنت، إذا قطعت الرحم هو الذي سيسلطه الله عليك قبل موتك، لأن الله وعد القاطع أن يخرج من صلبه من يعذبه. إياك أن تورث العقوق لعيالك، إياك تموت يوم تموت وانت قاطع عن رحمك وتقول اللي يسلم على عمه سود الله وجهه وله بولدي. بعضنا يورث القطيعة. أحبابي، والله أنه نعم اللي تستاهلونها جميع، والله لا يستحقها قاطع الرحم ولا الهاجر للمسلمين. أحبابي، قطيعة الرحم معناها أو قطيعة المؤمنين معناها أن قلبك ليس فيه من الإيمان شيء، بل فيه الشيطان وكيد الشيطان. دعوة إذا بغينا صلاح أبنائنا، ولذلك بعض الآباء يقول يا شيخ أعطيته وشريت له وزوجته وسيارته هزيان من سيارتي وعقني، وانت وأخوك عمه من متى ما سلمت عليه؟ عقوقه يسدد فواتيرك، الله يعظم أجرك، يسدد فواتيرك ويذيقك الكأس اللي ذوقت أخوك منها، وإن كنت عاقل أبوك ولا لأمك والله إن تراها قبل موتك بضمان الله. أحبابي، إذا دعي أحدنا للصلة والصفح والعفو، المصلحة ميب لولد عمك اللي انت وياه متقاطعين، المصلحة لك، أعمالك ترفع. احنا في شهر شعبان، باقي 13 ليلة، بل باقي 12 ليلة، ويطلع الله جل وعلا على الأرض فيغفر لكل خلقه المؤمنين في ليلة النصف من شعبان. والحديث صححه الألباني ورواه ابن أبو داود رضي الله عنه ورحمه، هذا الحديث عجيب. يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم، يا سعة رحمة الله، إلا لمشرك ومشاح. إلا اثنين، رجل أشرك مع الله غيره، وقد سلمنا من هذا من فضل الله كلنا موحدين، لكن الثاني هو المشكلة. بين اثنين شحناء تنزل الرحمة ليلة النصف من شعبان، لأن شعبان هو الشهر الذي ترفع الأعمال فيه. نحن الآن دخلناه ونحن في أوائله، والله وكان الحبيب يكثر من الصيام فيه لأن الأعمال ترفع فيه، ورحمة تعم الخلق تنزل فيه، إلا المتقاطعين ما تشملهم هذه الرحمة. والله إنها لخطورة، والله يا أخوان إنها مصلحتنا. يا أخوان اصفحوا، أنا طالبك سلم عليه ولو ظالمك، أنت ظالم لنفسك ومعاصي أنا ومعاصي كثيرة، وعفى الله عنا، ونطلب العفو ونطلب الله أن يصفح، إذا أخطأوا فاصفح عنهم. يا أخوان ارحموا عيالكم، والله من بعض سبب ضياع الأبناء وضلالهم أحد أسبابها عذاب من الله للأب لأنه عق أو قطع، فأراد الله أن يعذبه بأن يقطعه أبناؤه وأن يعقوه. والدليل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اللي حكم بهذا هو الله، اللي حكم بهذا هو الله، اللي لعن القاطع في كتابه هو الله. يا مسلمين، والله لا يستقر عين إنسان تقر عينه الليلة لو قيل الواحد بيعتدي عليه، أن يهرب ويزبن ويطلب الحماية، يروح للشرطة، فكوني، يهددني. طيب لعنة رب العالمين تطارد بعض المسلمين 20 سنة لأنه قاطع للرحم، كيف يبات؟ كيف ينام؟ كيف يقر؟ أحبابي، دعوة، والله دعوة محب، والله لو أعرف واحد من الأحبة أني لحب خشمه ويده وراسه واللي يبي رحمة به، ترى ليس لنا شيء، لأننا نخاف على بعضنا. بعضنا ها هي أبناء ما فيهم خير، المرأة متلومة، الراتب ما فيه خير، أن النفس ضايقة، مهموم، مكشر، كل ما طقها عدلة انقلبت عوجة، سببها أنت. أما لو وصلت، لو وصلت، لا خيار لنا، مهوب على كيفي ولا كيفك، أو أسلم على عمي ولا ما أسلم عليه، خالي أو ما أسلم عليه، سلم عليه ولو قتل ابنك. إذا قتل ابنك رح للمحكمة، وإن قتلوه يقتلونه، لكن الصلاة السلام لازم تسلم، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. إلك حق، رح للمحكمة، ما نبي نقول لك ضيع حقك، لكن لا تقول إذا بما أنها أخذ حقي أترك السلام، لا،
خيرهما الذي يبدأ بسلام، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتلوا أهنا ذبح ودماء وقتال وشيء، ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تبقى أخوة الإسلام. ولما يقدر على نفسه ليصفح كأنه يقول يا ربي اقطعني، والله لاني بصالح معه، اقطع ولا صل ما يهمني. أتتحدى ربك يا مؤمن؟ اتق الله. واللي يعرف يا أخوان من اثنين متقاطعين أنا طالبك، والنساء اللي حاضرات بعض الأخوات قاطعت خالتها واختها وبعضهم بينها وبين جارتها، يا أخوان أصلحوا بين الناس، ارحموهم. اسمع هذا الحديث الجميل، حديث صححه الألباني رواه الإمام أحمد. يوم القيامة يصلح الله بين عباده، ما رأيكم؟ الله يصلح بين عباده. إي والله، يقف عبد أمام الله فيقول يا ربي خذ مظلمتي من أخي. شوف الموقف، عرات والحكم هو الله، الله هو الحكم جل وعلا وهو الملك، يقول العبد المظلوم يا ربي خذ مظلمتي من أخي. اسمع ماذا يقول الله، وكيف نصنع وقد فنيت حسنات أخيك. ما له حسنات، راحت وزعناها على الغرماء. قال يا ربي خذ من سيئاتي واطرح عليه. قال الله لا، انظر ارفع رأسك. فرفع فإذا قصر من ياقوت ومن لؤلؤ وزمرجد. زبرجد، نظر قصر عظيم. قال يا ربي لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ قال هذا لمن أعطى الثمن. قال وما ثمنه؟ قال أن تصفح عن أخيك، أن تصفح عن أخيك. قال يا ربي عفوت. اسمعت يوم قال عفوت، قال خذ بيد أخيك وادخل الجنة.